تحسسهم كده انت هتعرف هم بقى ايه. طبعا مش قادر اقول حاجه يعني بعد الكلام اللي شايفه ده. اكيد ده كله احساس المصريين والوطن العربي. اول حاجه بشكرك على المقدمه الجميله. العفو. وبتاسف ل مش جميل. مهم الكاس فرحت كل الناس. لا يعني وقت تدريبي لان انا مش كل شويه انا ما بحبش الاسترس بحب الهدوء. ببقى احب قريب من البيت للجيم قريب حاجه بسيطه. لما احب ابقى من البيت للتمرين بتاعي برضو حاجه بسيطه. لما احب اعمل الاستشفاء بتاعي وبجيب التلج ببعت عند حد معين يجيب لي التلج من عند بتوع اللي هم بيبيعوا التلج واحطه عنده في البيت احطه في البانيو واقعد فيه واعمل الاستشفاء. احنا موضوع التلج ده عشان احنا مش فاهمينه. اصل بص يا كابتن احنا اللي نسمعه يعني انه اللعيبه لما بيجوا بعد المجهود والتدريب لازم ياخدوا دش سخن او يقعدوا في ميه سخنه. ما اعرفش انت ليه بتقعد في التلج. التلج ده عامل رئيسي لل ما هو التلج ده فيه تلات حاجات. في حاجات تلات انواع عشان بس الناس تبقى فاهمه. في الجهاز ده اللي انا موجود فيه ده اللي انت شايفه ده احدث حاجه. جهاز بتقعدي فيه تلات دقايق بس. ده مليان تلج الفطاس ده؟ لا مش مليان. ده درجة حرارة بتاعته ساعات بتوصل ل 160 ماينس 160 160 تحت الصفر؟ 160 تحت الصفر. حد يقدر يقعد 3 دقايق في ماينس 160 تحت الصفر؟ الجوهرة السوداء بيلي مضى بإيديه على الكورة. الكرة دي معانا من فترة. الكرة دي معانا مضاها لنا بيليه وادانا كل الحرية ان احنا نستغلها بالشكل اللي احنا نحبه. كان كريم. الحقيقة ان احنا في اللحظة دي وبعد الأداء الراقي المشرف الأداء الرياضي والإنساني لقينا انه أكتر واحد في مصر يستاهل الأسطورة بيليه هو الأسطورة عصام الحرب.